وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم الموهبة الفنية أيمن الزهيري. أهلا وسهلا فيك معنا أيمن اليوم. أهلا وسهلا أستاذة، حياك الله. يلا أستاذ المشاهدين. الله يحييك أيمن. أيمن، بداية لو تعرفنا عن نفسك باختصار، من هو أيمن الزهيري؟ أيمن الزهيري طالب خريج صيدلة وفنان، يعني فنان تقريبي. خريج صيدلة وفنان، مجال دراستك يعني صيدلة؟ أيوه. طيب كيف دخلت عالم الفن، من الصيدلة إلى الفن، ولا كان الفن قبل الصيدلة؟ لا، الفن قبل الصيدلة، يمكن مرحلة ثالثة ابتدائي. طيب في بداياتك أكيد كان في أشخاص حولك داعمين، من كانوا؟ أهلي و يعني كذا ناس، المدرسين والدكاترة في الجامعة. أيمن، المواهب الفنية اللي دائما أستضيفها تقول كانت بدايتها في المدرسة، أنت كانت بدايتك أيضا في المدرسة؟ في صف ثالث ابتدائي بالضبط. جميل جميل، وكيف كانت؟ وكيف لما وصلت لهذه المرحلة؟ والله تدرج ويعني اشتغلت على نفسي ووصلنا الحمد لله. هذا احنا ما زلنا في البداية، وإن شاء الله يعني نقدم شيء يعني عشنا فيه كذا. أيمن، أنت تقوم بتغطية الأغاني الأخرى أو الأغاني المغنى سابقا، أو يعني تأخذ كلمات وألحان وتغنيها من جديد؟ لا، عندي أنا أغاني حقي وأغني برضه الأغاني السابقة. لا، طيب أول أغنية لك؟ أول أغنية لي كانت في 2011 و2010، أنشودة. ما كانتش أغنية أنشودة، كانت خاصة بك. أيوه. طيب أيمن، نروح نشوف واحد من مقاطعك ونرجع لك. أردت تروح تتبرى من حبك، كيفك ترى الموضوع يا عمري راجع لك، ترى اختلاف وجوه أم تشبه القبلك، لو ناوي على الفرقة الله يسهل لك، لو ناوي على الفرقة الله يسهل لك، عادي من نشتاق لك فترة وحبك ينسي، يمكن أتعب كم شهر لكن ما راح انتهي، عادي من نشتاق لك فترة وحبك ينسي، يمكن أتعب كم شهر لكن ما راح انتهي، مشتاق ما أقول لك لا تصدق أرجع عليك، حبيت أوضح لك قلبي تعب منك، مشتاق ما أقول لك لا تصدق أرجع عليك، حبيت أوضح لك قلبي تعب منك، ولو ناوي عالفرقة. لا أيمن، في نغمة كمان جميلة جدا في صوتك. أيمن، أنت أخذت دروس في الغناء ولا نميت نفسك بنفسك وأخذتها بنفسك وتدربت؟ تقريبا أخذت دورة، بس يعني دورة كانت متأخرة، يمكن يعني كانت فترة قصيرة جدا، لكن يعني أكثر الشغل على نفسي يعني في 95 في المقطع، سواء كان عراقي أو خليجي، يعني مشيش أحكم عن أنه أقرب الألوان الغنائية لك الخليجي، فأسيب لك تجاوب، إيش هي أقرب الألوان الغنائية لك؟ أقرب الألوان أعتقد اليمنية أكيد. اليمنية؟ ومن اليمنية؟ بعدها أعتقد الخليجي. الخليجي. طيب أكيد في بداية كل موهبة فنية أو بداية كل فنان كان في عوائق وتجاوزها أو تجنبها ممكن كمان، هل في عوائق صادفتك وما زالت تصادفك إلى الآن أو تجاوزتها؟ والله العوائق يعني تواجه، يعني عوائق كثيرة اللي تواجهنا، أول عائق اللي واجهنا يعني اللي خلانا يعني يمكن أخرنا كثير الحظ، هو أكبر عائق. غيره؟ يعني أشياء بسيطة، يمكن واحد يتجاوزها، لكن هذه يعني أعتبر أنه يعني عائق كبير يعني بسبب يعني تأخر.
كده يعني احنا كنا كل يوم نشتغل ونجهز وكده يعني فجأة يعني حتى على مستوى انك تصور في مكان خارجي ملاحق كل يعني كل مكان ما تقدر تشوفه طبعا في الشمال. في بداية حديثنا حسستني انه الفن بالنسبة لك اهم من الصيدلة، لو تشرح لي ايش الفن بالنسبة لك؟ الفن يعني كل شيء بالنسبة لي، يعني انا معطي يعني جانب كبير للاهتمام يعني حتى اكثر من مجال الدراسة، لان حتى حاليا انا ما اشتغل في المجال اللي درسته له يعني، فمفضل الفن كثير. هل هناك شخصية فنية تتمنى مقابلتها؟ لا أعتقد. طيب إذا عرض عليك تعمل دويتو مع من تتمنى يكون؟ دويتو مع بلقيس أحمد فتحي. جميل. طيب فكرت تشارك في المسابقات الفنية أو قد شاركت في المسابقات الفنية العربية؟ لا فكرت بس يعني ما بادرت وبدأت. طيب لو تكلمنا عن أعمالك الجديدة اللي بتشتغلها في اليمن أو خارج اليمن. في معي عمل اللي يعني جهزناه تقريبا وعاد كنت في اليمن فما قدرنا نصوره بسبب الأوضاع وظروف عمل كان مرة طويل وكلماتي وألحاني فما قدرنا نصوره عشان الوضع اللي كان في اليمن. اضطرينا ان احنا نوقفه، في اعمال نشتغلها ان شاء الله بعد كم شهر كذا في اليمن ان شاء الله. بنشتغل عده فيديوهات. نتمنى لك النجاح، طيب طموحك بعد 5 سنوات فين تشوف ايمن الزهيري؟ والله يعني مستقبل مجهول خاصه يعني، لكن يعني واحد يتفائل بخير وان شاء الله يعني الاحسن. تفائل بخير برضه. اكيد في نهايه اللقاء لازم تهدينا حاجه وتسمعنا، ايش بتسمعنا؟ قبل ما تجرح تظلم وتبلى ليل اللي عمره ما خيب ظنونكم حكولك ما يلعب ويتسلى وانت متكذب خبر صدقت خونك قبل ما تجرح تظلم وتبلى أنا اللي عمره ما خيب ظنونك هم حكوا لك ما يلعب ويتسلى وانت متكذب الخبر صدقت خونا تحكم بإذنك وربي خالد عيون ما هي حيوة اسمعي يا بنون كيف تخسر شخص لك وافي يصون والسبب انهم مع خلاك يحسدونك لما جيتك عادي تدفى وانت ظالم قلت اروح بعيد عنك وابقى سالم ما قدرت اصبر وجيتك بالبنايم شوقي وقلبي جرحي يحسدونك لما جيتك عالي تدفى وانت ظالم قلت اروح بعيد عنك ابدا فعالم ما قدرت اصبر وجيتك في الغنائم شوقي وقلبي جرحي احسدونا. الله يا ايمن، الله صوتك الجميل ظلمه رداءة الصوت للاسف هنا. على كل حال أيمن، الفن رسالة تفاؤل ورسالة أمان، خليك دائما صاحب تفاؤل ترسل وتعلم الناس كيف يكونوا متفائلين.
أيمن، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق.